لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام عند المسلمين، فهو يأتي ضمن الأيام العشر الفضيلة من ذي الحجة. يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، حيث يعد الوقوف على الجبل من أهم أركان الحج، وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف. سمي بيوم عرفة لتعارف سيدنا آدم على زوجته في تلك المنطقة جبل عرفة، وقيل لتعريف جبريل إبراهيم بمناسك الحج، وقيل أيضا في تسمية عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، كما قيل بأن عرفة مأخوذة من العرف وهو الطيب، كونها تعتبر هذه المنطقة مقدسة. يبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه. يخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويتحقق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفا أو راكبا أو مستلقيا. أما في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم، فإن ذلك يفسد حجه. الأفضل أن يجمع الحاج في وقوفه على عرفة بين جزء من النهار وجزء من الليل، ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يحافظ الحاج على الطهارة الكاملة، ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والذكر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يستحب للحاج أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ركعتين ركعتين، ولا يستحب للحاج صوم يوم عرفة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر فيه.